شباب قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقه عمل نسخه احتياطيه للايفون على الماك وطريقه استعادته. يعني مثلا انت تريد تسوي نسخه احتياطيه بحيث انك سويت اذا سويت فورمات يكون عندك البيانات محفوظه في الماك. كيف الطريقه؟ نروح للشر. اول شيء تروح توصل الكيبل بالايفون بهذه الطريقه، تفصل الكيبل بالماك والايفون. بعد ما توصل افتح برنامج فندر، هذا فندر، هذا ايش بيشوفون؟ هذا البرنامج، شوفوا هذا، اضغط عليها. الحين روح ل بتحصل الايفون الخاص بك هنا تحت، لاحظوا هذا هذا، اضغط عليها الايفون. الحين يقول لك وثق الجهاز، شوفوا في الماك والايفون، اضغط على الوثوق. بعد ما تضغط على الوثوق ايضا في الكمبيوتر نفس نشوف، اضغط على ترست يعني الوثوق. بعد ما توثق خلاص راح يفتح الاعدادات الخاص بال باك اب. انزل انزل لتحت، هنا بتحصل باك اب ناو، يعني عمل نسخه احتياطيه، اضغط عليها. بعد ما تضغط عليها انتظر لين ما يسوي لك نسخه احتياطيه من الايفون في الجهاز ماك. طبعا انا راح بسرع الفيديو وبرجع لك. طبعا هني يطول على حسب حجم البيانات، اذا كان كل ما يكون حجم البيانات اكثر، حجم البيانات الايفون يعني المعلومات او البيانات الفيديوهات صور واشياء كثيره اللي في موجود في الايفون راح ياخذ وقت اطول. اوكي خلاص، الحين مثل ما تشوفون يقول لك اخر عمليه نسخ، عمل نسخه احتياطيه في ساعه كذا. اوكي الحين حتى تستعيد النسخه، اوكي الناس ما تشوفون موجود هنا، خلاص الحين سوينا نسخه، خلاص الحين النسخه موجوده في الماك، تقدر ترجع عليها وتستعيد الايفون البيانات اللي فيها في حال سويت فورمات. الطريقه كيف الطريقه؟ نروح للشرح. اوكي تروح تضغط على تفتح الجهاز بنفس الطريقه، توصل الايفون بالايفون بالماك، الحين تفتح فندر. اوكي تروح لايفون مثل ما تشوفون، اوكي هنا يعني بتحصل، انزل انزل لتحت. اوكي مثل ما تشوفون هنا بتحصل ريستار باك اب، يعني استعاده النسخه، هذا هو النسخه اخر نسخه، اضغط عليها. اوكي مثل ما تشوفون هنا يقول لك الساعات اللي سويت في ساعات اخرى انا سويت من زمان، سويت نسخه احتياطيه من ايفون الثاني. فانت روح للنسخه اللي انت بتحصل، اول مره سويت نسخه احتياطيه بس حتى واحد، هذا هو من الساعه كذا والايفون مثل ما تشوفون اسم الايفون راح بتحصل هني، والساعه كذا سويت اخر عمليه نسخه احتياطيه، راح تختار النسخه واضغط على ريستارت. بعد ما تضغط على الريستور اضغط على هذا الخيار. اوكي انتظر ثواني لين ما يسوي لك النسخه الاحتياطيه او ايوه النسخه الاحتياطيه، راح حتى تستعيد النسخه الاحتياطيه بهذا الطريقه. تنتظر ثواني لين ما يجيب لك المعلومات البيانات اللي سوينا نسخة احتياطية حتى تستعيدها في الايفون مباشرة. اوكي الناس من تشوفون راح تنتظر، راح يعيد تشغيل الجهاز بهذا الطريقة. اوكي خلاص تم الانتهاء من استعادة النسخة، خلاص مثل ما تشوفون الحين كل البيانات موجودة. اوكي نختار اي لغة ونختار اي بلد. اوكي اعداد يدويا، متابعة. اوكي تقدر تختار الشبكة، انا راح بحطه بعدين. الحين تنتظر ثواني لين ما يكمل الخطوات، النسخة الاحتياطية، استعادة النسخة الاحتياطية. اوكي مثل ما تشوفون اضغط على متابعة، متابعة عفوا هني يعني ما بحط اي بصمة اي شيء، ما بحط اي رمز. اوكي لا تنقل التطبيقات. اوكي
اوكي عدم الاستخدام. خلاص الحين خلاص الجهاز فتح وبياناتك كل شيء تم استرجاعها، بإمكانك انك تستمتع. اوكي اوكي خلاص مثل ما تشوفون فتح الجهاز الحين. خلاص بهذه الطريقة تم استعادة النسخة. الحين لو تروح لصورك فيديوهاتك راح بتحصله موجود، تم استعادة النسخة مباشرة. طبعا هذا الجهاز ما في بيانات كثير، فبس حبيت اوضح لكم كيف تسوي النسخة احتياطية وكيفية استعادته. وبس هذا هو المشرح. اذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. طبعا هذا اسهل طريقة لعمل نسخة احتياطية على الماك وطريقة استعادتها. وبس هذا هو المقطع، مع السلامة.